افرح بالمشاكل، لا توجد حياة بلا مشاكل، لكن الناس أمام المشاكل نوعان، نوع ينزعج فيترك العمل وبالتالي يفشل، ونوع ينظر إلى المشاكل على أنها فرصة لتطوير منهجية عمله فيطور نفسه بحيث يتجنب هذه المشاكل في المستقبل، فيتطور بشكل دائم ويتغذى على المشاكل، لأن المشاكل تظهر، تكشف، توضح لنا الثغرات الموجودة في سلوكنا، في منهجنا، في عملنا، في برنامجنا، في مخططنا، فنطور مخططنا بحيث لا تحدث هذه المشكلة مجددا، فنرتقي ونقوى. طبعا هذا يشمل كل شيء في حياتنا، حياتنا العملية، حياتنا الاقتصادية، حياتنا الشخصية، حياتنا الاجتماعية وهكذا. لذلك نقول المشاكل هي درجات على سلم النجاح والإنجاز، لذلك إذا حدثت معنا مشكلة يجب أن نفرح، إنها فرصة لكي نطور منهاج عملنا. ولذلك يقولون لا يوجد أشخاص سيئين، لكن توجد أنظمة قاصرة. إذا حدثت مشكلة فهذا لا يعني أن الشخص الذي حدثت معه المشكلة شخص سيء، لكن يعني أن المنهج الذي يمشي عليه هذا الشخص فيه نقص، ومن خلال معرفة أسباب هذه المشكلة وتعديل منهجية العمل وفقا لهذه الأسباب بحيث لا تحدث مجددا، يتطور العمل ويتطور روتين العمل ويصبح أقوى ويصبح أأمن ويصبح أسلس وأسهل، ويكون قادرا على خدمة صاحبه، شركته، حياته، أسرته، نومه، استيقاظه، أكله، شربه وهكذا. والخلاصة أكبر فشل هو ترك العمل خوفا من الفشل، يعني الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوه آدم والأم حواء، الناس بأجسادهم كلهم نفس الشيء، كلهم رأسمالهم الوقت، وسلاحهم هو المحاولة والصبر على مشقة الاستمرار. من يصبر على الاستمرار ويتطور ويطور منهج حياته من خلال المشاكل التي تحدث معه حتى لا يتكرر حدوث هذه المشاكل، فإنه ينجح ويشرق ويتألق. ومن يفقد صبره وإصراره على المتابعة بسبب المشاكل فالفشل أبوه وابنه، والمصائب أمه وبنته. كل مشكلة هي كنز نستطيع من خلاله أن نصبح أغنى وأقوى، فلا تنزعجوا من المشاكل وافرحوا بها. ما هي مشاكلكم التي تعيشوها؟ أعطوني من كنوزكم قليلا في التعليقات لأقرأها وأستفيد من مشاكلكم ومن أسبابها ومن طرق تجاوزها. دامت البسمة متراخصة على شفاهكم، والفرحة والسعادة والسرور مليئين لقلوبكم، ودمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.